السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم يا أعزائي في أحد فنون الكتابة وهو فن الوصف. سيكون وصفنا اليوم عن يوم في حديقة الزهور مقدم للصف التاسع. الموضوع: صف زيارتك لحديقة الزهور مع العائلة أو الأصدقاء. طبعاً موضوع الوصف عناصر، أولها المقدمة. المقدمة تتضمن وصف الاستعداد لزيارة حديقة الزهور، ووصف الأشخاص الذين سيرافقونك في هذه الزيارة، واهتمامك بالقيام بمثل هذه الزيارة، وربما شغفك للزيارة لكثرة ما سمعت عن هذه الحديقة الجميلة. الوصف الداخلي، وهو وصف مشاعرك وأحاسيسك المرتبطة بتلك الزيارة، مشاعر الفرح والسرور، استيقاظك وأنت سعيد لأنك ستقوم بعمل شيء مختلف في هذا اليوم. الوصف الخارجي، وهو وصف الأشخاص الذين سيرافقونك، ووصف الأشياء وكل الأشياء التي حدثت معك ورأيتها، إضافة إلى وصف الحديقة الجميلة والزهور الملونة وأشكالها. الأفكار: أهمية القيام برحلات للتعرف على معالم المدينة التي تعيش فيها. وصف موقع الحديقة، وصف أبرز ما شاهدته في الحديقة، وصف مرافق الحديقة والخدمات المقدمة للزوار، مواقف السيارات، الحمامات، كراسي الجلوس، الأكشاك لبيع المأكولات. وصف الأشكال المصممة من الزهور في الحديقة، كذلك وصف إعجابك بالحديقة والزهور وشعورك عند رؤيتها، وصف ما فعلته في الحديقة بالتفصيل. الخاتمة تتضمن وصف شعورك في نهاية الزيارة، والسعادة التي ملأت يومك ورغبتك في القيام بمثل هذه النشاطات دائماً للتعرف على معالم مدينتك. يمكنك أن تستفيد في كتابة الموضوع مما يلي: المشاهد مبهرة، الألوان تتكلم حباً وحياة، جمال لا يوصف، تشكيل الورود بصورة منمقة، آلة التصوير لم تهدأ، الصور تتكلم عن نفسها، لوحات من الجمال، إبداعات ربانية، بساط مزهر من الألوان يغطي الأرض. الزهور لغة يتداولها جميع البشر في العالم، لا تحتاج لمترجم. كذلك قال الشاعر: أما ترى الورد غدا قاعدا وقام في خدمته النرجس. ورد كذلك الريحان، وهو نوع من النبات في القرآن الكريم، جاء ذكر الريحان مرتين في القرآن الكريم، والحب ذو العصف والريحان في سورة الرحمن في الآية 12، فروح وريحان وجنة نعيم في سورة الواقعة الآية 89، وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. أرجو أعزائي أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض، وأن تستطيعوا كتابة هذا الموضوع بكل يسر وسهولة. شكرا لكم.